الأوجاع تزداد وطأة على اليمنيين. 550 انتهاكا خلال شهر واحد فقط هي ما تم رصده من قبل منظمة سامر الحقوق والحريات التي تتخذ من جنيف مقرا لها. تنوع في الانتهاكات يغطي مساحة الوجع في هذا البلد، حيث القتل مستمر خارج نطاق القانون، والاعتداء على سلامة الجسد، وانتهاك الحريات الصحفية، والاحتجاز التعسفي، ومصادرة الممتلكات، والتهجير القسري والتعذيب. استأثرت ميليشيا الحوثي الانقلابية بالنصيب الأكبر من هذه الانتهاكات، يليها طيران التحالف والتشكيلات العسكرية من خارج إشراف السلطة الشرعية، بالإضافة إلى انتهاكات ارتكبتها جماعات مقاتلة تتبع الحكومة الشرعية. تؤكد منظمة سام أن الانتهاكات المسجلة في تقريرها لا تعكس الصورة الكاملة على الأرض، ولا تمثل نسبة مئوية، بقدر ما تمثل شريحة عشوائية يمكن من خلالها رؤية واقع حقوق الإنسان في اليمن. ووفقاً لمنظمة سام، ما يزال الآلاف من المواطنين اليمنيين محتجزين تعسفاً في سجون ميليشيا الحوثي في صنعاء وغيرها من المناطق التي تسيطر عليها، ولا يزال المئات في سجون قوات الحزام الأمني وقوات النخبة الحضرمية في كل من عدن وحضرموت. وضع بالغ السوء دفع بمنظمة سام إلى مطالبة الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية بتقديم الدعم العاجل للمدنيين المهجرين قسراً، والسعي الجاد إلى رفع الحصار عن المدن والقرى والمناطق المحاصرة، ومطالبة التحالف العربي بمراجعة قواعد الاشتباك بما يتفق مع الاتفاقيات والقوانين الدولية وبما يحمي المدنيين من الاستهداف. ودعت المنظمة إلى تجنيب الأطفال وإيلات الحروب، وحثت المجتمع الدولي لاتخاذ مواقف حازمة وجادة من عمليات تجنيد الأطفال التي تشهد تصاعدا مقلقا في هذا البلد.